لإنصار الدنيا فلا غرو فلا غرو فلا غرو إذا كان اسمه ذاك التعدد هذا مسجد محمد علي باشا مع أم حميدة صراحة عجيب الله هذا أبو معاذ وهذا باب المسجد التجديدات اللي عملها الملك فاروق جوه بس بدأت تحول أثار بإعمار مسجد محمد علي باشا تم افتتاح في حق صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 1358 عجيب صراحة تاريخ لكن للأسف مهمل السلام 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 يلا يلا محمد هذا هو معاذ بسم الله على بركة الله هذا داخل مسجد محمد علي باشا قلتي جبتيه منين دي لا انا اشتريها والله لما كنت تقولي لنا كنا اشترينا مش من هنا والله اشتريها حتى ابو ضاري ايوه يلا معلش ام حماده نعم معلش عارفه كم في عمود هنا حوالي 105 105 بص بقى دلوقتي هنا احنا في جامع محمد علي باشا محمد علي باشا ما كانش مصري كان ايه كان تركي ايوه كان جاي من الجيش التركي لكن هو اصلا ألباني. كان موجود في البانيا 1768 لكنه دخل الجيش التركي أيوة. اصبح قائد كبير جدا في تركيا اصبح قائد كبير في تركيا بعتته تركيا على مصر ليه لان كانت مصر محتله من الفرنساويين 3 سنين بقياده نابليون بونابرت كان حظه حلو الفرنساويين خرجوا لاي اسباب يعني ما كانش هو السبب المباشر ايوه انما الشعب المصري تفائل بيه جدا وحبه جدا واختاروا ان يحكم مصر عجيب والله محمد علي باشا حكم مصر 43 سنه معلش اسالك سؤال سؤال مالوش علاقه بالموضوع شوف الشعب المصري يرحب بالحكام القادمين من الخارج أيوة. شنو السر في ده الضعف 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 الله المستعان محمد علي باشا حكم مصر 43 سنه وبنى حب يبني المسجد ده في نص القلعه فبنسميه مسجد القلعه غلفه بالرخام من بره ومن جوه أيوة. عشان كده بنسميه مسجد الرخامي او المرمري والرخام ده نوعه جيد جدا هتشوف جماله جوه بينور عجيب والله سبحان الله المسجد ده محمد علي باشا بناه بواسطه مهندس تركي ايوه ابو شناق كده المسجد لا يشبه جامع السلطان احمد في اسطنبول جامع ايوه صح او البلو موسك صح ايوه اسمه يوسف بشناق بشناق المهندس اوكي المسجد ده جزئين الحوش وبيت الصلاه ده الحوش او الصحن صحن ايوه الفلوس دي الميضاء تعالى يا تتوضون هنا صدق نفس المسجد الازرق اللي في اسطنبول لا هو نفس المسجد الاموي اللي بدمشق ونفس الاموي ده يا جماعه بصي بقى جدار هي متمنه على ثمان اعمده لها خزان رخام قبه الخشب ده خزان ميه والمسلم كان بيقعد هنا يفتح الحنفيه في سموا الحنفيه اللي بهذا الاسم ايوه ابو حنيفه بالنسبه للمذهب بتاع ابي حنيفه المؤمن السلام. كل المذاهب قالت لك لازم تودى ماء نهر ماء جاري
ما عدا المذهب الوحيد بتاع ابي حنيفه النعمان تساهل معانا. أيوة. قال ماشي اتفضل من مصر عشان كده سموها الحنفيه. عجيب والله ممتاز. طب المايك بتيجي مني يا ابو ضهر تعال اتفضل. تعال يا ابو ضهر. ايوه والله اهم سؤال الميه منين تجي؟ من وين تجيب الميه؟ اي والله تمايكل تمايكل قبل 200 سنه. ها طب حبوا هذا ايه؟ لا ده خزان ميه. خزان الميه كانت بتيجي منين بقى؟ من نهر النيل. بيجيبوها حته عندنا هنا اسمها مجرى العيون. عارفها؟ ايوه بيجيبوها على السور ده بتاع مجرى السور. ايوه كان واصل لحد هنا هو اتهد بقى. أيه. لكن كان واصل لحد القلعه. ايوه فكان بيصب هنا. عجيب والله. هذا الخزان ناخد. أيه. بالجردل او شادوف ونصب في الخزان ده. دلوقتي هو فاضي معاد. ايوه ايوه حجمه حد يعرف حجمه؟ اللي هو حجمه كبير عمقه 18 متر وتحت الحوض ده كله 55 متر في 55 متر. كبر ماي زمزم يمكن او اكبر بعد. فكانت المايه تيجي بقى تتملي من الخزان اللي في النص. دلوقتي هو فاضي لو قلنا في بقى ايه. معلش معلش بسالك سؤال هندسي معلش انا عارف انت ما شاء الله ذكيه. يعني النيل تحت ويعني القوه صعوبه الدفع. ايه قوه الدفع ازاي يعني ضد الجاذبيه؟ بدلات يدويه يدويه. اه هو يرفع الميه على الهواء كبيره. اي بسم الله مين اللي حركهم؟ اه إيه الناس يدويه. الناس الناس يدويه. أو ايوه او الثانيه او السائيه زي السائيه او الثانيه. ايوه حلو. دلوقتي هو دلوقتي هو فاضي. قلت في اي كلمه بتسمع صدف حاول تجرب صوتك. يلا ابو خالد مشعل السلام عليكم. ايوه كان حد بيتكلم وراه. ايه عندنا هنا البرج ده اسمه برج الساعه. لا تليفون داخل الحجيب. انا شفت الساعه دي كانت هديه من فرنسا لمحمد علي باشا. هذه الساعه سنه 1845. ايوه ولكن بكل اسف محمد علي باشا اداهم بدلها ايه؟ أيوة. المسله الفرعونيه اللي كانت في معبد الكرنك بالاقصر. ايوه بكل اسف اللي في ميدان الكونكورد في باريس في فرنسا. يا سلام. والساعه بكل اسف طلع الصيني مش فرنساوي ما اشتغلتش. فرنساوي نصابين يعني قصدي ما اشتغلتش. احنا بنتريق عليهم الفرنجه نصابين. بنتريق تعالى. الله المستعان. عندنا هنا القباب كلها مغطاه بالرصاص. الرصاص ده طبقه ثقيله جدا الفضه بتحميها من الشمس والمطر عامل بتاعها. عندنا مأذنتين يا جماعه زي قلم الرصاص وده النظام المعماري اللي ساد في عهد محمد علي باشا. تبقى المأذنه بالشكل ده. عجيب. طول المأذنه 82 متر كل مأذنه فيها 282 سم. عجيب. 282 سم. طول. ايوه لا ما يخالف ما يخالف معك. طولها 82 متر فيها 282 سلم والطول كان 82. يا سلام. كان المؤذن يطلع فيها خمس مرات في اليوم عشان يؤذن. والله على فكره كانوا بيختاروا المؤذن زمان من الناس الكفيفه. عارف ليه؟ عشان ما يشوف الناس تحت العوائل اللي بره والناس. ايوه عشان لو واحده حوالين المسجد ده في بيوت واحده قاعده على سطح بيتها وخالعه على جسمها. صح 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 صح. جزاك الله خير. هذا الجزء الثاني.